السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الاختراق والناس اللي عايزة تتعلم الاختراق وكل اللي بيتكلم في الاختراق عامة، ايا كان بقى اختراق فيسبوك، اختراق واي فاي، اختراق جيميل، هوت ميل، ياهو، ايا كان متاح مع حضرتك اي وقت. حضرتك ممكن محتاج مثلا مساعدة مني او اي اختراق، انا تحت امرك، تمام؟ وهنعمل دورة يا جماعة ببلاش مش بفلوس، تمام؟ والابليكيشن اللي انا مصممه هديهولك مجاني، بس في حالة اتمام القناة عدد مشتركين معين. بمعنى انت دلوقتي مش مصدق مثلا ان انا هخترق، اقسم بالله العظيم هتبعت لي اللينك بتاع اي حساب يخطر على بالك، هفتح الحساب عندي في اقل من 3 دقايق هبعت لك صورة من جوه الاكونت ان الاكونت فعلا معايا، بس ده اللي اقدر اعمله عشان اكد لك كلامي. ولكن مش معنى كده ان انا اديك الباسورد، لا، الباسورد يا باشا دوت انت اللي هتجيبه عن طريق استخدامك انت للابليكيشن او استخدامك انت للتطبيق بعد كده. في حالة مثلا يا جماعة ان انت حابب تدخل معايا الدورة دي او حابب تشترك معايا، انا تحت امرك، بس كل اللي هتعمله انك بتفتح اليوتيوب عندك، تمام؟ تفتح اليوتيوب طبيعي عادي مفيش اي مشكلة، تبدأ تبحث، بتكتب هنا كده، تكتب كلمة سيرموني بس في فاصلة في النص، تمام؟ ونعمل سيرش. دي القناة اللي هي على صورة الطفل الصغير ده، حضرتك بتدوس على القناة وتبدأ تدوس اشتراك للقناة وبتفعل زرار الجرس، وانا تحت امركم في اي حاجة. يقول لي مش مصدق كلامي ان انا هقدر اخترق، او ان انا مش ان انا ان هو مش شايف يعني ان في اختراق محدد او الكلام ده كله، والناس اللي بتقول ما فيش اختراق محدد والناس اللي بتقول ايا كان. هو بس حضرتك المطلوب منك كله ان انت بتعمل المطلوب منك تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، وان شاء الله عند حضرتك في اقرب وقت هيتم التواصل. ممكن تسيب لي تعليق تحت اي فيديو وانا تحت امرك مفيش اي مشكلة، تمام؟ بالنسبة للاختراق، عشان انا الفكرة كلها انا مش عايز مقابل يا جماعة من حد. انا شغال دلوقتي بنخترق حساب الفيسبوك ب500 جنيه، ولو انت مثلا عندك حسابين انا بعمل معاك واجب باخد منك